مرحبا، اسمي علياء قرماني، تخصصت في إدارة المشاريع وأحب مجال عملي. إدارة المشاريع هي علم كالعلوم الأخرى، لكل علم نظام داخلي وطريقة متبعة من خطوات. هي مثل الوصفة الدوائية، تأخذها لتعطيك نتيجة مطلوبة وتعمل داخل جسمك بآلية معينة. وكذلك إدارة المشاريع هي مثل إدارة الحياة، لها سنن وآليات، وفهمك لكيفية عمل الأشياء يعطيك فرصة لاستخدامها وتوظيف طاقتها لما تريد. نعم، لما تريد. قد يتساءل أحدهم الآن، هل الموضوع بهذه البساطة؟ طبعا لا وطبعا نعم، أنت من تختار كيفية التعامل مع الأمور برغم صعوبة التطبيق، إلا أنه من الممكن دائما أن نحسن ونطور أي فكرة إلى مشروع. والقاعدة الأولى في إدارة المشاريع تأتي في تعريف المشروع كالتالي: المشروع هو عبارة عن مبادرة نشاط مؤقت لصنع منتج أو بدء خدمة أو الحصول على نتيجة فريدة من نوعها وغير متكررة. إذا نعم هي فعل، ونعم تحمل معنى البدء، نعم هي مشروع يحمل معنى المرة الواحدة. وكثيرا ما نشعر بالضعف أو الخوف، لأن مفهوم المرة الواحدة يعني خسارة، لكن في علم إدارة المشاريع نفهم الأمور على أنها فرصة للربح بدلا من احتمال الخسارة. بل دعني أقول لك أن هناك صفات أساسية للمشروع، فتعال أعرفك عليها. لأن المشروع بكل بساطة هو فكرة في الذهن نراها بشكل صورة تخيلية وفي داخلنا نرغب برؤيته واقعا بين أيدينا. ولذا فالمشروع ببساطة يبدأ من فكرة، وصفة هذه الفكرة أنها مشوشة عادة في الذهن مهما بدت لنا واضحة، وتحمل معنى عدم التأكد وعدم الثقة وعدم اليقين. ولذلك غالبا ما نقوم باعتبارها أحلام يقظة، أو لربما أحلام فقط. لكن هل هي كذلك؟ كم من مشروع عظيم ورائع كان مجرد حلم صغير، صورة غير مؤكدة، لكن صاحبها قرر ببساطة أن يترجم الحلم إلى واقع. ونهدف من هذه الجلسة أن نترجم الأفكار إلى واقع، ونعطيك آلية بسيطة لذلك. نعم، المشروع هو مختلف جدا في آليات عمله عن العمليات اليومية في أي منظمة أو شركة. لأن العمليات عادة، أو ما نسميه باللغة الإنجليزية operations، هي عبارة عن عمل روتيني مستمر يحافظ على وجود المنظمة. أما المشروع فهو كما قلنا نشاط مؤقت ولا يتكرر. ثالث نقطة من المهم أن ننوه لها هنا في تعريف المشروع، أن هناك فرق ما بين المشروع projects والعمليات operations، في أن العمل ينتهي بانتهاء تحقيق الهدف من المشروع. أما بالنسبة للـ operations، العمليات فهي مستمرة وتحقق المزيد من الأهداف. هناك شركات طبعا قائمة على إدارة المشاريع دائما، لأن نوع وطبيعة عملها أو العمليات فيها هي مشاريع دائمة وغير متكررة. ولذلك أصلا نوعية عمل المنظمة مختلف، وهنا يعني يوجد فرق في مفهوم المنظمة للمشروع والعمليات. أريد أن أحدثكم قليلا عن صفات المشروع، لأنه مهم جدا أن نعرف المشروع ما هي صفاته لكي نستطيع تمييزه. أولا نقول أن المشروع له هدف فريد معرف جيدا وبدقة. ثانيا نقول أنه مؤقت كما ذكرنا منذ قليل، يعني أنه ينتهي في وقت ما. أيضا مهم أن تعرفوا أن المشروع يتم تطويره بمسار متتابع ومتلاحق، يعني ليس مسار روتيني متكرر، إنما يتطور كما الطفل يتطور منذ الصغر وينمو جسديا وذهنيا حتى يكبر ويصبح أكثر تفصيلا ووضوحا. هذه نقطة مهمة جدا وسنأتي لها لاحقا. أيضا من صفات المشروع أنه يحتاج موارد من عدة مجالات وليس مجال واحد، فليس هو كالقسم مثلا قسم الموارد البشرية في الشركة يحتاج إلى مؤهلات في هذا المجال فقط، لو أنه تعامل مع بقية الأقسام الأخرى في الشركة. إلا أن المشروع في احتياجاته المبدئية يحتاج إلى علوم ومعارف ومهارات من عدة مجالات. النقطة الأخرى التي يجب أن نعرفها أنه لا بد من متكفل أو مسؤول رئيسي عن المشروع. ليس بالضرورة أنه متكفل ممول مالي، إنما لربما هو مدير للمشروع أو صاحب رؤية المشروع. أيضا المشروع يخلو من أي أمور مؤكدة، غالبا ما نبدأ به أمور جديدة لا نستطيع تأكيد كل شيء، وهنا يعني نتحكم المتغيرات بطريقة مختلفة. بالنسبة للمشاريع دعوني أعطيكم بعض الأمثلة. طالما أن الفكرة فريدة من نوعها ولمرة واحدة غير متكررة ونبدأ فيها نشاطا ونحمل معنى غير مؤكد، إذا فأنت تتعامل مع مشروع. والأمثلة: تريد أن تبني بيتا، حسنا هو بيت واحد غير متكرر، لن تبنيه كل يوم وكل عام وكل سنة،
أو كل شهر، أو لربما تريد أن تتمرن الاشتراك في سباق عالمي، هذا السباق لا يتكرر دائما. أيضا تريد أن تكتب كتابا، الكتاب بكل بساطة فريد من نوعه، وتريد أن تصمم مبنى مثلا، فالتصميم أيضا فريد من نوعه، لن تقوم بتطبيقه على جميع المباني الأخرى. أيضا ربما تريد أن تبرمج موقع إلكتروني لهدف معين، فأكواد البرمجية فريدة من نوعها. كل هذا وغيرها كنا عدها مشاريع. وأيضا قد يلفت نظرنا البعض ليقول أن حياتنا هي مشروع نعيشها مرة واحدة، فهل فكرت في التخطيط لحياتك على أنها مشروع؟ سنترك لك الإجابة على ذلك، ونأتي لنتحدث عن ماهية معايير المشروع. المقولة المشهورة في علم الإدارة هي: ما تستطيع قياسه هي ما تستطيع إدارته. إذا هل نستطيع أن ندير الفكرة لأي مشروع إذا وضعنا لها معايير ملموسة؟ نعم بالطبع، وفقا لكثير من الدراسات فإن المشاريع الناجحة تقاس بثلاثة معايير أساسية: الوقت والرؤية والتكلفة. يعني هل انتهى المشروع في الوقت المحدد له؟ هل حقق النتائج المطلوبة منه حسب رؤيته؟ وهل كانت التكلفة لربما أكبر من المتفق عليه أم حسب ما هو محدد له؟ طيب ماذا لو أن المشروع انتهى حسب الوقت المحدد وضمن الميزانية المتاحة المخصصة له، وطبعا قام بإيصال المنتج المطلوب في الوقت، لكن لم يتم اختبار السيارة المنتجة مثلا بعدد مرات كافي، أو ظهر فيها عيوب تمنعها من السير والعمل؟ هل نعتبر أن المشروع هنا ناجح أم فاشل؟ إن ظهرت عيوب في المنتج، هل لو ظهرت أمور غير متوقعة في المشروع يعد ذلك نجاح أم فشل للمشروع؟ هذه كلها معايير نحدد على أساسها مدى قبولنا للمشروع ومدى تقييمنا لنجاحه أو فشله. ولذا فهناك معياران آخران، وطبعا سنأتي بالتفصيل للحديث عن هذه المعايير كلها، هناك معياران آخران تضيفهم الدراسات اليوم لتقييم نجاح أي مشروع، ألا وهي المخاطر والجودة. وإذا أردنا أن نتحدث عن إدارة المشاريع بعبارة أخرى، تحدثنا من قليل عن المشروع، صفاته، معاييره، كيف نقيمه وكيف نقيسه، والآن جاء الوقت لنتحدث عن كيف نترجم هذه الفكرة أو المشروع إلى أمور عملية تمكننا أن نجعلها واقع. ما هي إدارة المشاريع؟ إدارة المشاريع هي تطبيق للمعرفة والمهارات والتقنيات في مهام المشروع بهدف تحقيق متطلبات معينة. يعني أننا لدينا معرفة سنستخدمها بمهارات معينة لنحقق هدف معين. أيضا نقوم بدمج احتياجات ومتطلبات، يعني أهداف واحتياجات الأشخاص الذين سيستفيدون من المشروع مع أجزاء إدارة المشروع لنحقق هدف في الشركة. يبدو الموضوع معقد، طيب سأشرح. الشركة لديها أهداف استراتيجية معينة، والمشروع يريد أن يحقق هدف، وصاحب المشروع الذي هو الزبون أيضا يريد أن يحقق هدف. إذا هنا علينا أن نقوم بالتأكد من دمج جميع الأهداف مع بعضها، ولا نقول أن علينا أن نحققها كلها، لكن علينا أن ندمجها ونرى المشترك بينها. وطبعا هذا الأمر له تفصيل كثير وسنأتي له بعد قليل. من هم المستفيدون من المشروع؟ إذا أردنا أن ندمج احتياجاتهم ونفكر في كل ما يريدونه ويريدين تحقيق هدفه، يعني لدينا الكثير من الأهداف التي نحققها من مشروع صغير، ولذا علينا أن نسأل من أين تأتي هذه الأهداف؟ من هو الذي يضع هدف المشروع؟ وكل شخص مستفيد من المشروع، وكل شخص له علاقة من المشروع، نعده قائم عليه مستفيد منه، فله احتياجات ومتطلبات وأهداف. وهنا يمكن أن نركز على 6 مستفيدين من المشروع. طبعا المستفيد من المشروع بالإنجليزية هم نسميه ستيك هولدر، وهناك عدة مستفيدين من كل مشروع ستيك هولدرز. فمثلا لو أنك تنتج سيارة، ممول المشروع يستفيد من استثماره في المشروع في صناعة السيارة، ومستخدم السيارة يستفيد منها في حياته في قيادتها، والشركة المصممة والمصنعة كذلك تستفيد من العائد المادي للتصنيع والتصميم، والشركة التي تورد الموارد الأولية للشركة المصنعة أيضا تستفيد، ومن يعمل في كل هذه المؤسسات والشركات هو أيضا مستفيد من المشروع، والشركة التي تبيع المنتج وتسوق له هي أيضا مستفيدة منه. إذا هناك العديد من المستفيد نركز عليهم، دعوني أعيدهم لننتبه لهم: هو ممول المشروع، فريق العمل، هو المورد، هو الزبون، وكذلك العامل في المؤسسة والشركة،
وكذلك أي شخص معارض لهدف المشروع أيضا نعتبره مستفيد من المشروع، ويجب أخذ رأيه بعين الاعتبار. فلربما مثلا هناك مشروع من قبل الحكومة أو البلدية لإقامة منتج ما أو مركز ما في وسط البلدة، وهناك معارض له. طبعا نشهد أحداث مشابهة في إحدى الدول، وأسباب المعارضة هي ليست يعني الآن للحديث، لكن علينا أن نأخذها بعين الاعتبار حين نفكر في الاحتياجات والمتطلبات. ما هي الأجزاء المعرفية لإدارة المشاريع؟ أنا لم نقل من قليل أن إدارة المشاريع هي عبارة عن معارف ومهارات مطبقة لتحقيق هدف ما. هناك 9 أجزاء أو 9 معارف علينا أن نعرفها عن إدارة المشاريع بحسب معهد الإدارة الأمريكي PMI Project Management Institute، ويتم اعتماد هذه المعارف لدراسات المشاريع الناجحة والفاشلة على حد سواء، ألا وهي وقت المشروع، تكلفته، الجودة، التواصل، الموارد البشرية في المشروع، الرؤية، الدمج والتوريدات والمخاطر. طبعا سنأتي لهذه الأجزاء بشكل تفصيلي ومبسط، وعلينا فقط أن نمر يعني نقاط معينة قبل أن نبدأ بالتفاصيل. لابد كما قلنا أن نجعل الأمور يعني قابلة للقياس، وبالتالي نستطيع أن نستخدم أدوات لإدارة المشروع، لأنه علينا أن نوظف مثلا فكرة أو معرفة الوقت والتكلفة والجودة والأجزاء 9 كلها في مهارات، وكي نوظفها في مهارات نحتاج لأدوات نستخدمها. فأنت كي تسجل الصوت اليوم على جهازك، جهاز الحاسب الآلي، تحتاج إلى برنامج يدخل الصوت إلى الجهاز ثم يقوم ببرمجته أو ترجمته إلى صوت آخر تسمعه أنت عبر الجهاز. وهنا أيضا لدينا عدة أدوات كثيرة، وسأذكر لكم بعض منها على سبيل الذكر وليس أكثر. نحتاج إلى مثلا بيان تحليل متطلبات، ألا وهو وثيقة أو ورقة تحلل الأهداف التي يطلبها المستفيدون من المشروع. وطبعا هناك الكثير من الأدوات المطروحة في سوق إدارة المشاريع، بعضها تقني، بعضها إداري، بعضها برمجي، ولكنها تهدف جميعا يعني لخدمة المشروع وتنظيم المعلومات وجعلها قابلة للقياس وسهلة في التطبيق. مهمنا جدا أن نتحدث عن كيفية تقييم نجاح المشروع كما تحدثنا منذ قليل. عندما نتحدث عن تحقيق أهداف رؤية المشروع، فإننا نقول أن من المهم جدا أنه يتم إنجاز المشروع خلال الوقت المحدد والتكلفة المحددة. يعني ليس فقط من المهم أن أحقق للمستفيد هدفه، لكن أيضا يجب أن أحقق له ذلك ضمن الوقت المحدد والمتفق عليه في العقد وضمن التكلفة المخصصة له. أيضا يجب أن يكون الممول أو الزبون أو المستفيد من المشروع راضيا عنه كي نقول أن المشروع ناجح. وثالث معيار لنقول أن المشروع ناجح هو عندما يحقق المشروع الهدف منه في تحصيل النتيجة المطلوبة، مثلا أن يقوم برفع عائد الاستثمار في الشركة بالنسبة المطلوبة منه. يعني أيضا طبعا لازم يحقق الهدف المطلوب من ناحية المنظمة أو الشركة. ما هو دور مدير المشروع؟ لا يفترض بصراحة بمدير المشروع أن خبرته أو تعريفاته تنطبق على ما يريد الزبون تحقيقه من المشروع، لكن يجب أن يوظف ما يعرفه ليسعى لمعرفة الأولويات لدى الآخر. يعني كثير من مدراء المشاريع يتعاملون مع المستفيدين من المشروع على أنهم نحن نعرف عملنا ونحن لدينا خبرة بالموضوع. وهنا ننوه أن هذا ليس عمل أو دور مدير المشروع. من المهم أن يقوم مدير المشروع بإنجاز رؤية المشروع والحرص على يعني الوصول إلى الهدف ملتزما بالمعايير التي تم الاتفاق عليها طبعا. وأيضا دور مدير المشروع أن يحقق ما يطلبه الزبون ويتواصل معه باستمرار لإبلاغه بذلك، يخبره تحديثات ما الذي حصل وهكذا. أيضا آخر دور نقول عنه هو التأكد من تسليم المنتج للشخص كما هو يراه، كما هو يريده، بصورة معينة. وهنا نتوقف ونعود لكم مرة أخرى في عرض آخر نكمل فيه الحديث عن إدارة المشاريع، وشكرا.